شعب البطولة. السلام عليكم يا شعب الثبات. السلام عليكم يا شعب العلم. السلام عليكم يا شعب الأخوة. السلام عليكم يا شعب التآلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو سبحانه الذي يعلم السرائر والضمائر، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فارج الكربات ومجيب الدعوات ومغيث اللهفات وسامع جميع الأصوات، لا تشتبه عنده اللغات ولا تكثر عليه الحاجات. هو سبحانه ما سأله سائل إلا أجابه، وما سأله ضعيف إلا أغاثه. هو سبحانه الذي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فلا إله إلا الله والله أكبر. الله لا إله إلا الله والله أكبر. الله لا إله إلا الله والله أكبر. الله اللهم يا ربنا، هؤلاء عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك ليسمعوا كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن حرموا منها سنين عددا، وحيل بينهم وبين العلم والإيمان، حيل بينهم وبين عمارة مساجدك وبيوتك. اللهم فأسألك أن تعمهم بمغفرتك، وأن تشملهم برحمتك، وأن تعطينا سؤلنا، وأن تغفر ذنبنا، وتستر عيبنا، وتتقبل حسناتنا، وتكفر سيئاتنا، وترفع درجاتنا، وتجيب دعواتنا، وتغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم كما جمعتنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، فأسألك ربنا أن تجمعنا في جنتك مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن تجعل ربنا جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. السلام عليكم يا أهل تونس ورحمة الله وبركاته. والله إن حبكم في القلب يجري، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع شملكم وأن ييسر أمركم وأن يحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله إنه فخر عظيم أن أقف في جامع الزيتونة العتيق الذي وقف فيه العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون. كم خرجت من هذا الجامع من وفود للعلم والدعوة، كم خرج منه من دعاة، كم خرج منه من مجاهدين. فمن أعظم الشرف وأعظم العز أن يقف مثلي في هذا المكان يتكلم في هذا الجامع المبارك، فأحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا أهل تونس، قد كشف الله تعالى عنكم الغمة، فأسأل الله تعالى أن يرفعكم إلى القمة، أن يرفعكم إلى القمة في دينه، وأن يرفعكم إلى القمة في الدنيا، فيجعل تونس من أعظم البلاد اقتصاداً. آمين. وأن يجعل تونس من أكثر البلاد علماً. وأسأل الله تعالى أن يعز هذا البلد العظيم، وأسأل الله أن يؤلف قلوبكم وأن يحفظكم من الشرور، وأن يحفظكم ممن يريدون أن يفسدوا ذات بينكم. أيها الأحبة الكرام، هذا الصرح العظيم الذي نحن فيه هو منارة للعلم ومنارة للفقه ومنارة للتفسير، كم مر عليه من العلماء. إن ذكرت الإمام سحنون رحمه الله تعالى، فإنه قد درجت قدماه على هذا الجامع المبارك، ومشت خطواته هنا، وربما ألف كتابه المدونة، ربما ألفها في زاوية من زواياه. إن ذكرت الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وجدته في زاوية من زوايا هذا الجامع المبارك، يؤلف كتابه بالتفسير، ويعلم الناس الحديث، ويشرح لهم دينهم. إن ذكرت الإمام الفاضل بن عاشور رحمه الله، وجدته قد اتكأ على زاوية من الزوايا، وعلى سارية من السرايا، يعلم الناس الحديث، ويشرح لهم معانيه. إن ذكرت الإمام محمد الخضر حسين، وجدته أيضا قد درس
يأتون إليه من بلاد العرب ومن بلاد العجم كما كانوا في القديم. كانوا يخرجون في السابق من مكة، يخرجون من المدينة حتى يثنوا ركبهم عند العلماء في هذا الجامع المبارك، حتى حيل بينهم وبين ذلك في حكم مستبد. فنحمد الله تعالى أن أعتقكم وأن رفع قدركم. أيها الأحبة الكرام، إن الاشتغال بالعلم هو منهج الأنبياء، والعلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الذي يشتغل بالعلم ويتعبد لله تعالى به ويتقرب إليه به يكون قد اشتغل بأعلى أنواع العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية قال بأبي هو وأمي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعلم أعظم من العبادة. ولو قال لك قائل: أنا هذه ساعة كاملة سأجلس فارغا سوف أصلي فيها لله تعالى أو أقرأ كتابا في التفسير والعلم، لقلت لهم: إن طلبك للعلم أفضل من العبادة النافلة. ذكروا أن الإمام الشافعي زار يوما الإمام أحمد بن حنبل، قالوا: وكان أحمد بن حنبل يثني على الشافعي عند أولاده حتى اشتاق أولاده جميعا إلى رؤية شيخ والدهم والتفقه بفقهه والاستفادة من علمه. قالوا: فلما زاره أقبلت بنت الإمام أحمد تحاول أن تطل عليهم لتنظر كيف تسبيحه، كيف قراءته، كيف تعبده. قالوا: فلما كان من الليل أقبل الإمام أحمد إلى الشافعي ووضع له فراشا، ثم وضع عنده ماء ليشرب وماء آخر ليتوضأ لأجل صلاة الليل، ثم ذهب. فجعلت بنت الإمام أحمد ترقب الشافعي لتنظر كم يصلي، ما هي الآيات التي يقرأها، لتحفظ شيئا من دعائه. فلم يتحرك الشافعي من فراشه، وإنما انقلب على جهة بعد جهة، ولم يزل هذا حال الشافعي حتى طلع عليه الفجر وأقبل الإمام أحمد ليوقظه من نومه. فقالت ابنة الإمام أحمد: قالت: يا أبتي، أنت تثني على الشافعي وأنا ما رأيت والله منه عبادة. قال: كيف؟ ما قام يصلي من الليل كما يفعل العلماء؟ قالت: لا، إنما كان يتقلب على فراشه ووالله ما قام ولا صلى ركعة. فدخل الإمام أحمد إليه ثم اصطحبه إلى صلاة الفجر. فلما رجع سأله أحمد بن حنبل، قال له: يا إمام، يا شافعي، إن ابنتي قالت كذا وكذا. فقال له الشافعي: يا أحمد، إني قد اشتغلت بما هو أفضل وأحب إلى الله تعالى وأنفع للأمة من الصلاة، يعني من صلاة النافلة قيام الليل. قال: ما هو؟ قال: لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير. أبو عمير هو غلام صغير أخ لأنس بن مالك، وكان عنده عصفور صغير اسمه النغير، كان يلعب به، فمات هذا العصفور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الطفل الصغير ويسأله، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، ممازحا ومتلطفا. فيقول الصغير: مات يا رسول الله. ثم يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام عليه: يا أبا عمير، ما فعل النغير. فيقول: مات يا رسول الله. قال الشافعي: ولما وضعت رأسي على وسادة قفز هذا الحديث إلى ذهني، فاستخرجت منه 70 فائدة. أولها: جواز التعزية في غير الإنسان. لو الإنسان مات دابة وحزن عليها فإنه يعزى بها، يصبر على المصيبة. قال: ومنها استحباب السجع في الكلام، يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومنها أن ممازحة الصغار أنها لا تذهب مروءة الرجل ولا هيبته. ومنها، وجعل يعدد له 70 فائدة. ثم قال: يا أحمد، أليس الاشتغال بذلك أحب إلى الله وأنفع للأمة من صلاة 11 ركعة؟ قال: بلى. فالعلماء من السابق يعلمون أن العلم هو أشرف القربات وهو أجل العبادات، وما اشتغل عبد بالعلم إلا رفع الله تعالى قدره ويسر أمره وجعل له عزا وإن كان ليس ذا شرف وليس ذا نسب، وجعل الله تعالى له ظهورا وإن كان من بواطن الخلق. العلم يبني بيوتا لا عباد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالاشتغال بالعلم من أعظم القربات. لما توفي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
قال جابر رحمه الله تعالى كما في صحيح البخاري قال جعلت أتتبع الأحاديث التي عند الصحابة. يطلب العلم يأتي إلى أبي بكر يقول يا أبا بكر ماذا تعرف من الأحاديث؟ فيقول أعرف كذا وكذا، فيحفظها جابر. ثم يأتي إلى عمر، يأتي إلى عثمان، إلى علي، ماذا تحفظون من الأحاديث؟ ثم يحدثونه فيحفظ ذلك. قال فذكر لي حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام وهم في المدينة، وعبد الله بن أنيس في دمشق. قال ذكر لي حديث في الشام، قال فاشتريت ناقة للسفر، قال ثم ركبتها وضربت جنبها ومضت بي حتى وصلت إلى الشام في طلب حديث واحد. وبوب عليه البخاري قال باب الرحلة في طلب العلم. وصل إلى الشام ثم أقبل وسأل عن منزل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وذلك أن الصحابة بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك أكثرهم المدينة جهادا في سبيل الله وتعليما للناس العلم. لو كلهم بقوا في المدينة البلدان المفتوحة من سيعلم الناس العلم؟ من سيحفظهم القرآن؟ فتفرق الصحابة للدعوة، جاء وطرق الباب على عبد الله بن أنيس. ففتح عبد الله، ففتحت الجارية الصغيرة قالت من أنت؟ قال قولي له جابر بالباب. فدخلت الجارية وقالت لعبد الله بن أنيس هذا جابر في الباب. فقال لها قولي له أي الجوابر؟ أي جابر؟ جابر بن من؟ فخرجت إليه قال يقول لك أي جابر؟ قال جابر بن عبد الله. فدخلت إلى ابن أنيس ثم خرجت، وكان ابن أنيس شيخا كبيرا لا يستطيع أن يخرج لكل أحد. قال قولي له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الصحابي. ما صدق أنه يأتيه من المدينة فجأة. فخرجت إليه وسألته قال نعم أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها دخلت تلك الجارية إلى ابن أنيس، فخرج ابن أنيس يتكئ على عصاه ثم اعتنق جابر بن عبد الله. فكم اجتمع في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاحبه وزميله وصديقه وأخوه في الدين، كم خرج مع رسول الله مجاهدين، كم صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، بينهم علاقة وحب، لكن ظروف الحياة جعلت كل واحد في مكان. فاعتنقه ثم قال له ادخل، قال لا والله ما أدخل، إنما جئت لأسألك عن حديث واحد. قال ما هو؟ قال حديث سمعت أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الآخرة. قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، إلى آخر الحديث. جابر سمع هذا الحديث وانتهى ثم ركب ناقته وعاد إلى المدينة. ليس له شغل من هذه الرحلة كلها إلا أن يسمع هذا الحديث. لذلك صار جابر بن عبد الله له أثر في الأمة، لأنه تعب في سبيل طالب العلم، نصب في سبيل ذلك حتى بلغ من العلم شقوة عظيمة. وكان العلماء من السابق في جامع الزيتونة وفي تونس وفي غيرها كانوا يؤدبون الطلاب أو يعلمونهم على العلم، وكانوا يعتنون بهم ليصبحوا علماء كبار. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان عنده تلميذه أبو يوسف، وكان غلاما صغيرا عمره لا يتجاوز 9 سنوات. قالوا وكان أبو حنيفة يرى من أبي يوسف نباهة ونباهة، فكان يحرص على أن يعتني به خاصة، يحفظه يعلمه. فكان أبو يوسف هذا الغلام الصغير يغيب أحيانا عن الدرس. سأله أبو حنيفة قال يا بني أنت لماذا لا تحضر دائما؟ قال إن أبي يضربني، أبي يضربني إذا حضرت، ويقول لا تحضر عند أبي حنيفة وتدعنا نجوع، إن أبا حنيفة خبزه مشوي ونحن فقراء. بمعنى أنه يطلب من ولده أن يشتغل كل يوم 9 سنوات، إذا يشتغل ودبرنا. أبو حنيفة تاجر لذلك يشتغل بالعلم، نحن فقراء يا ولدي. قال أبو حنيفة ادعو لي أباك. فدعا له أبا، فلما أقبل الأب إلى أبي حنيفة وإلى رجل من عامة الناس، فقال له أبو حنيفة دع الولد يطلب العلم. قال والله يا إمام إني أتمنى أن نطلب عندك العلم، لكننا قوم الفقراء ونحن نحتاج أن يعمل الولد كل يوم. فقال له أبو حنيفة يا رجل دعه يطلب العلم والله يرزقك. فقال يا أبا حنيفة وماذا يستفيد من العلم؟
يلا طلب العلم، حفظ الفقه وحفظ الحديث، وبعدين ماذا يستفيد من العلم؟ فقال أبو حنيفة: إني أعلمه علما، إن أتقنه جلس على أرائك الملوك وأكل اللوز بالفالودج. طبعا اللوز بالفالودج هذا نوع من الحلى ما يأكله إلا الملوك العظام لأنه غالي. فنظر أبوه إلى هذا الولد الذي ثيابه مقطعة وقد قتله الفقر، قال: هذا يجلس على أرائك ملوك ويأكل لوز بالفالودج، هذا لا يمكن أن يقترب من ديوان ملك. قال أبو حنيفة: دعه. قال: لا، يذهب يشتغل حمام. فقال له أبو حنيفة: كم يكسب ولدك كل يوم؟ قال: يكسب كل يوم درهمين. قال: دعه عندي وأنا أعطيك كل يوم درهمين، اعتبرني استأجرت ولدك. فتركه علما، وصار في كل يوم يطلب العلم عند أبي حنيفة ويأخذ الدرهمين ويعطيها لأبي. كبر أبو يوسف حتى وصل عمره فوق 20، وأبو حنيفة قد شاب، وأبو يوسف قد أخذ أكثر العلم الذي عند أبي حنيفة وأتقنه. فمرض أبو يوسف مرضا شديدا، فأقبل أبو حنيفة يزوره، وهذا من عناية العلماء الطلابيين. فلما أقبل يزوره وإذا أبو يوسف قد اشتد عليه المرض حتى أشفى يكاد أن يهلك، فخرج من عنده أبو حنيفة وقال وهو خارج: يرحمك الله يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا كنت أرجو أني لما أموت أنت تجلس يا أبا يوسف تعلم الناس الفقه، لكن ها هو الموت يتخطفك. مضى أبو حنيفة إلى درسه، فلما مضى يومان أو ثلاثة شفي أبو يوسف وعادت إليه صحته، فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وخرج إلى مجلس أبي حنيفة. وهو في الطريق إلى درس الشيخ قال له قال: إلى أين تذهب؟ قال: أنا ذاهب إلى درس الشيخ، إلى أبي حنيفة. قال: لماذا؟ قال: أطلب العلم. قال: ما يحتاج تطلب العلم، خلاص أنت شيخ. قال: كيف أنا شيخ؟ قال: إن أبا حنيفة قد قال: لو أني قبضت أو مت فإن أبا يوسف يكون مكاني. معناه أنك الآن جاهز لتصبح شيخا، لو يموت أبو حنيفة اليوم عندنا أبو يوسف، فاذهب وعلم الناس. دخل أبو يوسف إلى المسجد وإلى حلقة عظيمة لأبي حنيفة، فلم يذهب ويجلس فيها، ذهب إلى الناحية الأخرى وجلس، واجتمع عنده الناس وجعل يدرسهم. فنظر أبو حنيفة وإلى حلقة جديدة، فقال: نزل شيخ جديد بالبلد يسأل طلابه. قالوا: لا. قال: الشيخ فلان جعل له درسا في مسجدنا. قالوا: لا. قال: من هذا الشيخ الجديد وحلقة الجديدة؟ قالوا: هذا أبو يوسف. قال: شفي من مرضه؟ قالوا: نعم. قال: فلماذا يعني لماذا لم يأتي ويطلب العلم عندي؟ قالوا: قد حدث بما قلت. قالوا: لأن أبا حنيفة يقول لو مت لكنت للناس من بعدي، خلاص والآن شفي ويعد نفسه عالما. فقال أبو حنيفة: يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. تقشير العصا تجهيزها للضرب. قال: لازم يعني نضربه حتى يتأدب. تعال يا فلان. ونادى أحد طلابه مشاغب، قال: تعال. قال: نعم. قال: هل رأيت الشيخ الجالس هناك؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وقل له عندي مسألة، فسوف يفرح بسؤالك لأن لسه شيخ جديد ويفرح بالأسئلة. فقل له، إذا قال: ما سؤالك؟ قل له: رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، رجل عنده ثوب طويل فأعطاه لخياط حتى يقصره، ثم لما جاء يأخذ ثوبه جحده الخياط، الخياط أعجبه الثوب وقال: ليس لك عندي ثوب. فذهب واستعد الشرطة وجاءت وبحثت واستخرجت الثوب وأعطته الرجل. طيب السؤال: هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا؟ اسأل الشيخ اللي هناك. إذا قال لك يستحق قل له أخطأت، وإذا قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الشاب فهم السؤال، حفظ السؤال، لكن ما يدري إيش القصة يعني. وذهب عند أبي يوسف: يا شيخ. قال: نعم. قال: عندي مسألة.
قال ما مسألتك؟ احنا ما جلسنا لنجاوب مسألة، ما مسألتك؟ قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء ليأخذ ثوبه فجحده الخياط، فجاءت الشرطة وأخذت الثوب. يا شيخ، هل يستحق أجرة تقصيره للثوب أم لا؟ قال أبو يوسف طبعا إذا كان قصر الثوب يستحق. قال له أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال نعم. قال ما يستحق. قال أخطأت. فنظر أبو يوسف إلى هذا السائل، وإذا سائل لا تظهر عليه أمارات العلم والفهم أصلا، فقال له أبو يوسف بالله من أرسلك؟ يعني أنت رأسك ليس رأس واحد بيعطيني الجواب، واضح على شكلك، بالله من أرسلك؟ قال أرسلني أبو حنيفة. أيضا هذا جاهز على نياته، أرسلني أبو حنيفة. فقام أبو يوسف حتى جاء إلى حلقة أبي حنيفة، قال يا شيخ سلام عليكم يا شيخ، مسألة بارك الله فيك. أصل هو شيخ الحين مثل أبو حنيفة، تركه وأخذ يكمل الدرس. قال يا شيخ مسألة، ترك أبو حنيفة كان ما في أحد، أخذ يريد يؤدب حتى جعل يكمل الدرس. فجاء أبو يوسف وجثى على ركبتيه كهيئة الطالب الصغير أمام الشيخ، قال يا شيخ يرحمك الله مسألة. رفع بصره إليه قال لست شيخا؟ جاوب، أنت شيخ، روح جاوب، لماذا تأتي تسأل؟ فقال الشيخ أنت. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها، ما يحتاج أشرح لك، أنت عارف المسألة. قال مسألة الثوب والخياط؟ قال نعم. فقال أبو حنيفة، شوف الفقه الآن، قال أبو حتى نحدد هل يعطى الأجرة أم لا. قال أبو حنيفة إن كان الرجل قصر الثوب على مقاس، إن كان الخياط قصر الثوب على مقاس الرجل، معناه أنه قام بالعمل قبل أن ينوي سرقة الثوب واقتصاره، فمعناه يستحق الأجر. أما إن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه قام بالعمل أصلا لأجل نفسه لا لأجل الرجل، وبالتالي لا يستحق الأجر. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة وقال يا أبا حنيفة أنت والله العلم، ولزم مجلسه. مرت السنين وتوفي أبو حنيفة، وصار أبو يوسف هو شيخ الحنفية وهو القاضي، لذلك يسمى القاضي أبي يوسف. قالوا فجلس يوما عند الخليفة، وجالس في مجلس الخليفة أرائك وجلسة مريحة، فجيء بنوع من الحلا إلى الضيوف، يعني ضيافة، ثم جيء بطبق فاخر فيه لوز بالفالولج إلى الخليفة. فلما أقبلوا به إليه قال ابدأوا بالشيخ، والله ما أكل قبل الشيخ. قالوا فجاءوا وضعوه بين يديه، فلما نظره ونظر أنه يجلس على أرائك ويأكل باللوز الفالودج عند الملوك ضحك وضحك، قالوا حتى اتكأ على ما بجانبه بشدة الضحك. تذكر، قال له الخليفة لماذا تضحك؟ قال تذكرت أبي لما قال له أبو حنيفة إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، إن أتقنه. جلس على أرائك الملوك وجلس وأكل اللوز بالفالونج، فكان أبي يقول هذا يعني أتمنى أن يجد خبزا يابسا ليأكله، يأكل لوز بالفالونج، وها هو الله تعالى قد رفعني من العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا العلم يرفع الإنسان ويعلي قدره، هذا العلم يجعل الإنسان قدرا ومكانة عظيمة. ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش، وكان سليمان الأعمش رجلا صاحب فكاهة، قالوا فكان أحيانا يأخذ الفراء، الفراء الذي يلبس في البرد، ويلبسه بالمقلوب، ويكون الشعر بدل ما يكون من داخل يكون من الخارج. قالوا فكان يمشي بين الناس ويجتمع عليه الطلاب ويصيبه المطر وتخرج رائحة من الفراء. قالوا فكان يلتفت ويقول سبحان الله ما الذي جمعهم حولي، يعني الرائحة غير جيدة، ولست من ملوك الناس حتى يجتمعوا طلبا من أهل مال أو دنيا، والله ما جمعهم إلا ما في صدري. انظر كيف العلم يرفعك، والله إن أعدادا كبيرة ممن نذكرهم من العلماء لا نذكره لنسبه ولا نذكره
شرفي وعلوي وكثرة ماله، ولا نذكره لشرف أبيه، ولا نذكره لقوة جسده ولا جمال وجهه، لكن نذكره للعلم الذي جمعه في صدره. وكلما كان الإنسان جامعا للعلم، حافظا له، متقنا له، مشتغلا بالعلم فعلا، فإن الله تعالى ينصره ويرفع قدره. فاشتغالك بالعلم أيها الأخ الكريم، واشتغال الفتاة بالعلم حفظا وإتقانا، وأن يكون له عزيمة في أن يحفظ العلم. لا تقل في نفسك إن حفظت العلم ما استفاد مني أحد، لا، إنما أتقن، والله تعالى كفيل بأن ييسر لك من يستفيد منك. وكلما كان اشتغالك بالعلم أكثر ودعاؤك الناس إليه أكثر، رفع الله تعالى قدرك. أقبل رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم له: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله، يستحلفه والشاب يحلف. فقال عليه الصلاة والسلام له: أما إني لم أستحلفك تهمة لك، أنا ما عندي إنك كذاب وبالتالي أنا أستحلفك لأني أراك كذابا، لا، أما إني لم أستحلفك تهمة لك، لكني أردت أن أخبرك أن الله تعالى أنه ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل من اشتغل بالعلم فهو يكسب حسنات من الناس وإن لم يعملها. يعني مثلا لو أنك حدثت الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كل من قالها قد تعلمها منك يكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولو أنك علمت الناس أن يقولوا مثلا: لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 10 رقاب، وكانت له حفزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فلو علمتها أحدا وقالها فإنه يكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. هذا يا جماعة بركة العلم. يعني لماذا العلماء يرفع قدرهم أكثر من غيرهم؟ لأنهم في الحقيقة لا يعيشون، لا يلقون الله بأعمالهم وحده، بل يلقون الله بأعمالهم الصالحة وبأعمال غيرهم ممن عملوا مثل عملهم الصالح، وبالتالي يأجرهم رب العالمين على ما عملوا ويرفعهم الله تعالى ويزيدهم عزا وفخرا وتمكينا. طلبة العلم في السابق كانوا أحيانا ربما لا يكتفون فقط بطلب العلم، أيضا ربما يحتال على العالم حتى يطلب العلم منه. ذكروا أن الأعمش رحمه الله تعالى وكان من شيوخ المحدثين كف بصره في آخر حياته، عمي، فكان يصلي لطلابه. يوم من الأيام الطلاب أكثروا على الأعمش الأسئلة فغضب، ثم أقسم ألا يحدثهم شهرا، ممنوعين من الحديث شهر. وكان الطلاب بعضهم يأتي من بلدان بعيدة ليسمع من الأعمش مثلا صحيح البخاري كاملا ويكتبه ثم يرجع إلى أولاده، فهو كان يسمع في كل يوم 100 حديث، يعني ممكن ينتهي في شهر شهرين ويذهب إلى أولاده، فالآن معناه شهر كامل أنا جالس هكذا. فحاول الطلاب فيه ولم يسمعهم الأعمش، قال: لا، أنتم تفعلون كذا وكذا وهذا تأديب لكم، ما في ولا حديث. فلما كان يوم من الأيام أقبل إليه شاب جاء من مكان بعيد، فلما جاء هذا الشاب إلى الأعمش صلى معه، وجاهز الشاب يبغى يحضر الدرس. فلما سأل الذي بجانبه قال: متى يدرس الشيخ؟ قال: الشيخ أقسم البارحة أن لا يدرسنا شهرا. قال: شهر كامل؟ قال: نعم. قال: أنا جئت من بلاد بعيدة يا أخي، واليوم وصلت وأريد أن أعود إلى أهلي، آخذ أحاديث وأعود. قال: والله أقسم أن لا يدرس شهرا. فقام هذا الطالب إلى الأعمش قال: يا شيخ محمد بن سليمان الأعمش. قال له: يا شيخ، أنا جئت من بلدان بعيدة وأنا ما ليس لي دخل في المشكلة، المشكلة من طلابك، أنا ليس لي دخل، ما عملت شيئا، فعلمني أحاديث. قال: قد أقسمت ألا أدرس شهرا. قال: يا شيخ، قال: قد أقسمت ألا أدرس شهرا.
سكت الطالب ما يدري ماذا يفعل. فأبو حنيف فالأعمش يتلمس عصاه ليقوم، قال يا شيخ تريد بيتك؟ قال نعم. قال أنا أدلك. فأمسك بيدي الشيخ وخرج به من المسجد. الطالب يعلم أن بيت الشيخ من الجهة اليسرى فذهب به من الجهة اليمنى. فقال الشيخ يا بيتي من يسار. قال نعم لكنه زحام ونأخذ الطريق الآخر. ذهب به من الطريق اليمنى حتى خرج به من القرية، وإذا الشيخ في البر وحده في الصحراء. فقال له الطالب اسمع يا شيخ بارك الله فيك. قال نعم. صور من الخلف يا اطلع برا. فقال له إن نحن الآن أنا وإياك في البر، والله ما عندك تحتك إلا عقارب وثعابين، والله إذا ما حدثني بمئة حديث الآن لأتركنك في هذا المكان تتورط وتموت. قال يا طالب اتق الله. قال أنت اللي اتق الله ليس أنا، كيف تعاقبني بفعل غيري؟ قال يا طالب أين أنت؟ قال ما في أين أنت، والله إذا ما حدثني الآن بمئة حديث، العادة يحدث كل يوم 20. قال اليوم تحدثني الآن بمئة حديث ولا والله تموت، نصلي عليك الفجر. فالأعمش تورط ما يدري ما هو دواء. يا طالب طالب جازم ما فينا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اكتب. قال طيب. ليجلس الأعمش على التراب ويجلس الطالب. حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان. وقف على 50. قال يكفيك 50 يلا البيت. قال أقول لك 100. قال طيب 100. وحدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى ساق له 100 حديث. فأخذها الطالب في ألواح، هذا كنز بالنسبة لي. وبعدين الطالب هناك فرق بين أن يحضر الطالب في الحديث مع مجموعة الطلاب ويقول حدثنا، وبين أن يحضر هو مع الشيخ لوحده ويقول حدثني حدثني، هذه أعلى بالنسبة له. فالطالب اليوم يعني عنده شيء عظيم. فأمسك بيد الشيخ ودخل القرية. أول ما دخلوا الطالب معهم ألواح دفعها إلى شخص من أصحابه، قال خذ هذه احفظها لي بس، ثم كمل مع الشيخ ليس معه شيء. فلما وصلوا إلى بيت الشيخ قال الشيخ أيها الناس أمسكوا هذا السارق، خذوا الألواح خذوا الألواح. الشيخ مقهور، ليش يكتب الحديث غصب عنه؟ أمسكوا هذا السارق خذوا الألواح التي معه، خذوا الألواح خذوها. قال يا شيخ ليس معه ألواح. قال يا شيخ قد دفعتها إلى صاحبي، أنا كنت متوقع فأنا دفعتها إلى صاحبي. فقال له الأعمش إذا اسمع. قال نعم. قال أمحو جميع الأحاديث التي حدثتك. قال لماذا؟ قال لأن كلها أحاديث ضعيفة. قال كلها أحاديث ضعيفة. فقال له هذا الطالب يا شيخ والله إنك أتقى وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ قال الأعمش صدقت والله إنها أحاديث صحيحة، لكني أردت أن يصيبك من القهر مثل ما أصابك، يعني أردت أنك بعدين أقولها صحيحة ليس ضعيفة، لكنك غلبتني فافرح بها. فانظر سبحان الله كيف وصل بهم الحرص على طلب العلم وتعظيم أهلي والسفر من أجلي والتعب لأجل تحصيله. انظر كيف حصل بهم ذلك حتى جعلهم يفارقون الديار، كانوا يفارقون بلدانهم لطلب الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان قد جاءت به أمه وهي فقيرة، جاءت به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم عند الإمام مالك، وكان الشافعي عمره 10 سنوات، غلام صغير، لكن الأم تعرف شرف العلم ورفعة العلم، فتريد أن يكون ولدها له شأن في الأمة، لا تريد الولد غدا يكون لا يلتفت إليه، لا تريد الولد يكون له تأثير في الأمة. جاءت به وأدخلته على الإمام مالك وجلس الصغير هذا في الحلقة. فكان الشافعي فقيرا يتيما ليس معه أقلام وليس معه أوراق، حتى صحيفة خشب يكتب عليها الحديث ما عنده من شدة الفقر. فكان الشافعي والإمام مالك يتكلم يجعل أصبعه السبابة على لسانه
على لسان نفسه، يعني يضع لعابا ثم يبدا يكتب على يده اليسرى. ثم الامام مالك يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والشافعي يضع اصبعه على فمه ويكتب على يده الاخرى. فالامام مالك وهو يدرس، والامام مالك له وجاهه وله هيبه، لاحظ في طفل يلعب يضع اصبع في فمه ويكتب على يده اليسرى ويلعب بها. سكت مالك حتى لم يصبر، الطفل هذا قاعد يلعب، تعال. فجاء الشافعي وجلس بين يديه، قال انت ماذا تفعل؟ اذهب العب خارج الحلقه. قال انا اطلب العلم. قال اين كتابك؟ اين صحفك؟ اين اقلامك؟ قال انا فقير، ما عندي كتاب ولا صحف ولا اقلام، لكن جئت اطلب العلم. قال فماذا تفعل باصبعك؟ يعني تضع لعاب وتمسح في اليد الاخرى، ماذا تفعل؟ قال اكتب الاحاديث. تكتب الاحاديث بلعابك في يدك الاخرى؟ قال نعم. قال انك لا تحفظ بهذا، احفظ صحفا واوراقا. قال بل احفظ، ان شئت اعدت عليك كل الاحاديث التي حدثتنا بها تحدي. قال افهم. قال فجعل الامام مالك يساله، قال فاعاد عليه الدرس كاملا. قال فكبر قدره عند الامام مالك وصار يقربه. وكانت ام الامام الشافعي تذهب الى ديوان الاماره وتاخذ الاوراق التي يلقونها في الخارج، اللي عليها كتابات للامير للناس وكذا، تاخذها ويكتب ولدها في ظهرها. الشافعي يكتب الاحاديث في ظهرها. ثم تذهب الى الاماكن التي يبيعون فيها لحم الابل، فينحرون الابل ويسلخون اللحم يبيعونه، فتاتي هي وتاخذ اكتاف الابل، كتف البعير يكون كبيرا، فتاخذه وتغسله وتجففه وتعطيه لولدها ليكتب عليه الحديث. هذا الشافعي، والله ما كان عنده كمبيوتر ولا عنده دفاتر واقلام مكيفات وفي جامعه، ومع ذلك اذا قيل من الفقيه قلت الامام الشافعي. امه من الناس اليوم يتبعون الامام الشافعي، تسمع اسمه على المنبر وتسمع اسمه في الدرس وتقراه في الكتب وتسمعه في الاذاعه وفي التلفاز وفي الانترنت وفي كل موطن، الشافعي الشافعي. ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ رفعه العلم. والله ما رفعه لانه له نسب يرفعه به عن غيره، فكثيرون يشتركون معه في نسب، وليس له رفعه بسبب كثره مال، فهو يتيم ضعيف، وانما رفعه العلم لما تزين بالعلم. هذا جانب رفعه في الدنيا، وجانب اخر ما يترتب عليه من الاجر العظيم عند ربنا جل في علاه. ايها الاحبه الكرام، اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن احداث اخر الزمان، ومن ضمنها قله العلم. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري، قال ياتي على الناس زمان يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل. وفي روايه في مسند الامام احمد قال ياتي على الناس زمان يرفع فيه العلم ويفشو فيه الجهل. ما معنى يفشو؟ ينتشر الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وهو حديث صحيح، قال لياتين على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاه ما صيام ما صدقه، حتى احكام الصلاه والصيام والصدقه لا يعرفها الناس ولا يفقهونها. هذا كله يا احبابي يا اهل تونس الاخيار يا طلبه العلم الابرار، هذا كله تحذير من زماننا الذي نعيش فيه، ان يبدا الناس يشغلون على العلم. والان لو تمسك بعض اخواننا وتعطيه، تساله من تعطيه مثلا هاتف الجوال، تقول كيف ترسل رساله؟ كيف تمسح الرسائل؟ اذا لم تفتح الرسائل هنا فكيف تفتحها كذا؟ البرنامج الفلاني كيف يعمل؟ لوجدته خبيرا. لكن قل له ما معنى الله الصمد؟ قل لك ها؟ والله ما ادري. ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود؟ يقول لك والله ما ادري، يعني كاني اول مره اسمع هذا الكلام، لا ادري. طيب ما الذي يمنعك ان تدري؟ هذه الكتب العلم مشهوره بين يديك والحصول عليها في غايه السهوله، ما الذي يمنعك يا ابني من ان تتعلم، ان تحضر درسا، ان تقرا شيئا ينفعك؟ الوقت اليوم واسع يا احبابي بين ايدينا. انتم يا اهل تونس الان
مثل يعني الشخص الذي كان مقيدا ثم انطلق. فمن منكم بعد 10 سنوات سيقال والله فلان العالم وفلان الفقيه وفلان المفسر وفلان المحدث؟ من منكم سوف يقال والله فلان بارك الله فيه جمع علما كثيرا والان هو من الدعاة والان جمع العلم؟ كثيرون من الناس يتحمسون لطلب العلم في البداية لكنهم ينطفئون بعد ذلك، لا يكاد يمر عليهم وقت يسير إلا وقد انطفأت جذوة العلم التي اشتعلت في قلوبهم، فأصبح الواحد منهم لا يطلب العلم ولا يلتفت إليه. السؤال: كيف أستطيع أنا أن أطلب العلم؟ كيف أستطيع أن أتعلم؟ أول شيء، إذا كان هناك درس نافع سواء في هذا الجامع المبارك أو في غيره من الجوامع، احرص يا ابني أن تحضر ولو درساً واحداً في الأسبوع، على الأقل لو درس واحد، لا تفوت على نفسك ذلك. في الفقه، في الحديث، في التفسير، الشيء الذي تجد أن نفسك تميل إليه وترتاح لطلبه، هذا شيء. الشيء الثاني، احرص يكون عندك قراءة يومية من كتب العلم. لما مثلاً تقول أنا خلال 4 أشهر سوف أنتهي من تفسير ابن كثير مثلاً، ففعلاً تقرأ كل يوم 10 صفحات من تفسير ابن كثير وتنتهي، تقول والله أنا سأقرأ كتاب كذا وكذا من كتب العلم، تستشير من يدلك على هذا حسب قدرتك لتسلك السبيل الأسلم فيها، أو تقرأ تفسير التحرير والتنوين للإمام التونسي الطالب العاشور. ما الذي يمنعك من هذا؟ لتتعلم فعلاً العلم الشرعي وتتقنه وتعلم الناس بعد ذلك. كذلك أن تحرص إن تابعت شيئاً في الفضائيات أن تتابع شيئاً نافع. بعض الإخوة ربما يضيع وقته أحياناً بمتابعة مباريات، متابعة مسلسلات، متابعة حوارات سياسية أحياناً الكلام فيها مكرر فليس فيها فائدة جديدة، ويمر وهو بين هذه القنوات يمر على مجالس علم وعلى شيوخ يحدثون ويشرحون العلم الشرعي ولا يلتفت إليه. احرص إذا كنت ستتابع شيئاً في الفضائيات أن تتابع شيئاً نافعاً، حيث أنك تنتهي الحلقة وأنت قد استفدت شيئاً في أحكام الرضاعة، استفدت شيئاً في أحكام الحضانة للطفل، استفدت شيئاً في أحكام الطلاق، في أحكام الزواج، أحكام البيع، أحكام الشراء. المهم ألا يمضي عليك يوم إذا كنت جالس أمام التلفاز إلا أن تستفيد من هذا. كذلك إذا جلست على الإنترنت احرص أن تستفيد من الأشياء الموجودة فيه، لا تضع وقتك في غير فائدة. احرص إن جلست على الإنترنت أن تقرأ شيئاً نافعاً، أن تتعلم. الآن يا جماعة اليوتيوب وغيره مليء بدروس أهل العلم، إسلام ويب وغيره من المواقع مليء بدروس أهل العلم. ما الذي يمنعك يا أخي بأنواع إسلام ويب وغيره، ما الذي يمنعك من أن تجلس يومياً درس علم تستمع إلى مثل هذا؟ افتح الكتب وانظر فيها واستمع للعلماء حتى فعلا يكون لك تأثير. أسأل الله أن ينفعك وأن ينفع. أخيرا أيها الأحبة الكرام، يا أهل تونس، أيها الشعب الطيب الخلوق الكريم، أشهد الله على حبكم في الله، والله إني أحبكم في الله برشا برشا، وأنا أحبكم من منذ القديم، التقيت بعدد من الأخوة سابقاً في الحج والعمرة منذ سنوات، والله وقع حب هذا البلد العظيم في قلبي من ذلك الحين. ومن ذلك الحين أيضاً كنت ألتقي ببعض الأخوة في الخارج في أوروبا لما نذهب إلى بعض المراكز الإسلامية، فكنت ألتقي بأخوة من تونس فأراهم في أخلاقهم وفي لطفهم وفي محبتهم للخير يختلفون علي. بل زاملني في الجامعة، أنا أدرس في الجامعة وزاملني دكاترة بعضهم من تونس، والله إن أخلاقهم ولطفهم وكرمهم وحسن تعاملهم حتى مع الطلاب يختلف عن أخلاق غيرهم. لا أقول إن غيرهم سيء، لكنهم يتميزون عنه بطيبتهم وحسن أخلاقهم، حتى إن الطلاب يفرح إذا قالوا سيدرس هذه الشعبة الدكتور فلان التونسي. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد. أنتم أيها الإخوة الكرام قد وطأتم على أنف الشيطان بأن تركتم ما كنتم عليه ورفع الله تعالى عنكم ما كان عليكم من غمة ومن حيلولة بينك وبين الدين، وفتح الله تعالى لكم الآن العلم. ما الذي كان يصدق أن يجتمع هذا العدد الكبير في جامع الزيتونة في تونس؟ ما الذي كان يصدق يا جماعة؟ بالأمس كنا في جامع اللهمي في صفاقس
اجتمع قرابة 15,000 أو 20,000 تقريبا اجتمع. من كان يصدق أن يجتمع هذا العدد الكبير يا جماعة؟ قبلها في جوامع في جامع عقبة بن نافع وفي غيره يجتمع 10,000 20,000 يستمعون إلى العلم، يستمعون إلى القرآن، يستمعون إلى السنة، إلى التوحيد. يا جماعة من كان يصدق أن هذا سيحصل؟ هذا فضل من الله تعالى عليكم فاحمدوا الله عليه. قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن ربكم يحب أن يحمد. ربنا يحب أن يقول العبد الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. وأخبرنا أن الله يحب أن يحمد على نعمه وعلى كرمه وعلى فضله. وإلا لو لم يشأ الله تعالى ذلك لما وقع. لكن الله جل وعلا تفضل عليكم بمثله. فالله الله من ان يفلح الشيطان، احذروا من ان يفلح الشيطان في ان ينزغ بينكم. يا اخواني اذكروا الله جل وعلا: وقل لعبادي، عبادي نحن، يقول التي هي احسن. ما قال يقول الحسنى، لا، بل يختار احسن العباد التي هي احسن. لماذا؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. الشيطان لا يفرح أن يرى هذه الجمعة. الشيطان يود لو كانت هذه الجمعة 10 مجموعات. إذا حضرت مجموعة قالت المجموعة الثانية: لا لا، ما دام المجموعة الثانية الفلانية حاضرة عند فلان، نحن نرى أنه كذا وكذا. ثم يصنفون بعضهم بعضاً، وبدل ما يكونوا وحدة واحدة في إعمال بلدهم وفي العمل باقتصاد البلد وتطوير المجتمع، يبدأ بعضهم يلعن بعضهم ويكفر بعضهم بعضا. والله هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3. قال: سألته ألا تستباح أمتي، يعني ألا تهلك ألا تؤخذ أمتي بسنة عامة، يعني ألا يأتي وباء للأمة كلها وتهلك في سنة واحدة. فأعطاني. قد يقع الوباء هنا إعصار أو كذا، لكن بقية الأمة سليمة. قال: وسألته ألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، وأعطانيها. وفعلا ها هم الأعداء الآن منذ سنين يحاولون أن يستبيحوا بيضة البلاد الإسلامية، وإلى الآن ما استطاعوا. اليهود كم صار لهم في فلسطين؟ أكثر من 50 سنة، وإلى الآن لا يزال الجهاد شغال في فلسطين. أمريكا كم صار لها في أفغانستان؟ وإلى الآن لا يزال الجهاد شغال في أفغانستان. لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم. فأعطانيها. قال: وسألته 3 فمنعنيها. ما هي 3؟ قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: فبأس الأمة قد يبدأ البعض في البعض الآخر. أرى أخي بلحيته مصليا بجانبي، ومع ذلك أقول: لا لا، هذا أخي هذا كافر، وصلاته هذه لا تقبل لأنه فعل كذا وكذا. أو أرى أخي ربما يتحدث بدرس علم فأقول: هذا إنسان عليه كذا وكذا، فأنا لا أقبل منه. يا إخوان، أنتم الآن في تونس تحتاجون أن تخرجوا من الواقع الذي عشتوه 50 سنة. أنتم مثل الغريق الذي وقع في البحر ومضى له وقت ويحاول أن يخرج، أن ينقذه أحد، فألقى إليه أحدهم خشب عظيم، ثم أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم أني لكم ناصح، وأقسم بالله العظيم أني أحب شباب تونس كما أحب ابني عبد الرحمن الإبراهيم، وأقسم بالله، ثم أقسم بالله أن الكلام الذي أقوله لكم لم يأمرني أحد أن أقوله، ولا طلب أحد مني أن أقوله لكم. هذا أقوله من تلقاء نفسي نصحا ومحبة لأحبابي وإخواني وأبنائي. لا أريد إخواني والأمة اليوم يعني تجتمع عليكم وتفرح بكم. الأمة لا ينبغي أن تخيب ظنها فيكم. كونوا في كلمة واحدة على رأي واحد، وحدوا صفكم، احرصوا يا إخواني وأبنائي على أن تلتزموا بكلام العلماء المعتبرين. لا تستعجل في اتخاذ قراراتك، لا تستعجل في اتخاذ قراراتك، لا تسارع،
إلى الحكم على أحد بالكفر، الحكم على أحد بالردة، الحكم على أحد بالتبديع بناء على واحد من الشباب أو اثنين أو ثلاثة ذكروا لك دليلاً أو دليلين. الإنسان ينظر في الأدلة ويسمع كلام العلماء ويتفكر فيما يقولون حتى لا تلقى الله تعالى وفي عنقك تكفير لأحد من المسلمين أو تبديع. اجتمعوا وكونوا كلمة واحدة، اجتمعوا على إنشاء بلدكم، أخلص في عملك. إذا كنت طالباً في كلية أحرص تكون الأول عليها، إذا كنت تريد أن تكون طبيباً أو مهندساً ضع همك، التواسى من أذكى الناس، ضع همك فعلاً في طلب العلم وفي الاستفادة منه. إذا كنت تريد أن تكون من علماء المسلمين اجعل همك في هذا العلم الشرعي واحمد الله تعالى عليه. لا تفرحوا عليكم الكفار، توقع الآن الكفرة الذين رأوا يرون هذه الأعداد وترفع إليهم التقارير أن الأعداد تجتمع الآن في المساجد، تتوقع أنهم يفرحون بهذا؟ هم يكيدون كيداً عظيماً للإفساد بين الشباب الإسلاميين. إحدى الدول استدعت يوماً خبيراً في مكافحة الإسلاميين، واحد كده تخصصاً مكافحة الدعاة، استدعته لتستشيره في كثرة الملتزمين عندها. دولة بدأ الملتحون يكثرون في المساجد والشباب بدأوا يتأثرون ويصلون، قالت هذه مشكلة بدأوا يكثرون. استدعت واحدا متخصصا في مكافحة الإسلاميين وقالت له ما رأيك، نحن الآن بدأ الناس يلتزمون بالدين وبدأوا يعودون إلى المساجد، ما رأيك؟ فسألهم قال أنتم كم جماعة عندكم؟ قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ حولها كانوا قوم بسطة أيضا، الكلام قبل 20 سنة. قالوا كيف كم جماعة عندنا؟ قال يعني عندكم فقط مسلمين ما عندكم أقسام؟ قالوا لا، كلهم مسلمون يصلون في المساجد مع بعض، يحضرون الدروس مع بعض، يقرؤون الكتب نفسها، ما بينهم مشكلة. فقال اقسموهم إلى 20 مجموعة، حاولوا أن تقولوا لهؤلاء أنتم الإخوان المسلمين وأنتم حزب كذا وأنتم السلفيين وأنتم الجهاديين وأنتم تكفيرين وأنتم العلميين وأنتم تبليين وأنتم، قسموهم هكذا. فبدل ما يشتغلوا بدعوة الناس الذين لا يصلون إلى المساجد، دعوة الناس الزناة أن يتوبوا، دعوة شرب الخمر أن يتوبوا، يبدأون يشتغل بعضهم في بعض. فعلا سبحان الله وأفلحوا في ذلك وقلت الدعوة جدا في ذلك البلد. وأنا أتكلم يا أحبابي عن خبرة، اجتمعوا وكونوا على قلب رجل واحد. ليس شرطا أن يكون أخي الذي أمامي مرضيا لي 100%، يكفي أن يرضى لي 60% 70%. أنا في مرحلة الآن أحتاج أن أعمر البلد، أحتاج أن أوحد الصف بيننا. انتبه لا يفسد الشيطان بينكم، وأكثر الدعاء يا إخواني، أكثر اللجأ إلى رب العالمين. فمن الذي يؤمن الخوف؟ الله. من الذي يعطي الأمان؟ الله. من الذي يجمع الكلمة؟ الله. فإلكي بين يدي الله واستغث بالله أن يوحد صفنا. دائما قل يا ربي واحد صفنا، يا ربي أعذنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، يا ربي اكفنا شر الأشرار. دائما أكثر من هذا الدعاء حتى فعلا تعود تونس إلى ما كانت عليه من العلم ومن الجهاد ومن الفقه والحديث وتصدير العلماء وتصدير الدعاة. وأنتم بإذن الله تعالى أهل لذلك. والله أبقيت عدة محاضرات في عدة بلدان، من أعظم من رأيته إقبالا وحرصا على المحاضرات أنتم أيضا التواسع. فأسأل الله تعالى أن يحفظ تونس من شر الأشرار أمين. وكيد الفجار أمين. وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار أمين. أسأل الله أن يحفظكم من حسد الحاسدين أمين. وكيد الكائدين أمين. وشماتة الشامتين أمين. وإفساد المفسدين أمين. أسأل الله أن يجمع شملكم أمين. اللهم من أراد تونس وأهلها بسوء فرد كيده في نحره أمين. واجعل تدبيره تدبيرا علي يا قوي يا عزيز أمين. اللهم اجعلني أرى من أبنائي وإخواني العلماء أمين. وأرى منهم الفقهاء أمين. وأرى منهم المحدثين أمين. وأرى منهم المفسرين أمين. وأرى الدعاة يا رب العالمين أمين. وأرى المجاهدين يا ذا الجلال والإكرام أمين. يا حي يا قيوم أمين. أسأل الله أن يؤلف قلوبكم وقلوب حكومتكم، أسأل الله أن يؤلف قلوبكم على الخير والهدى، أسأل الله أن يجمعكم وهم على الخير والهدى، أسأل الله أن يكفيكم ويكفيهم شر الأشرار وشر المفسدين وشر من يفسد ذات البين. اللهم أعدهم من الشيطان وتزيينه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أيها الإخوان مدة دقائق معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الهداء.